بور لابوندون لازم الحاجه الاولى كي يسمعوا لي سينيو دا سيني دابوندون سي سات كو فيما يخص يعني التنظيم والقوانين اللي راح يعملوا عليها هي قوانين معروفه اون لا ميتريس حنا كسوسوا في الاداره المركزيه ولا حتى مفتشي الصيد البحري تاعنا يروح للباخره اللي في الشهر كي كمل يهضر مع دوزيام عنده ثاني ولا انا نسمعهم باش نعاودو نوكيبيدي انطلاق سفينة تفتيش قريم بالقاسم للمشاركة في حملة تفتيش في إطار حملة صيد التونة الدولية. وفي الحقيقة هذه أول مرة الجزائر تشارك بسفينة تفتيش يعني مجهزة بكل التجهيزات الضرورية وكذلك بطاقم ملاحة محترف يعني تجربة كبيرة في ميدان الملاحة في مثل هذه يعني الظروف، ثم كذلك بطاقم تفتيش يعني مفتشين شباب اللي تم تكوينهم على المستوى الوطني وكذلك استفادوا من دورات تكوين ومن تربصات بالخارج وشاركوا كذلك في مثل هذه الحملات من التفتيشية. وتدخل هذه الحملة التفتيشية في إطار التزامات الجزائر. في الحقيقة الجزائر يعني قامت يعني بالتزاماتها وخاصة في ميدان المراقبة والمتابعة والتقيد بالإجراءات المتبعة لصيد التونة. نعطيه أيضا لمحة على جانب متابعة ومراقبة صيد التونة، ما يخفناش أنه جميع السفن المشاركة يعني تحوز على متنها نظام أو معلم يسمح لنا بتتبع مصارعها عن بعد، هو نظام الفي ام اس، نظام تتبع سفن الصيد البحري. احنا على مستوى الوزاره يعني هناك خليه وفوج عمل يقوم يعني على مدار الساعه بمتابعه وتتبع سفن الصيد البحري المشاركه، وزدنا قمنا بتعزيز اجراءات المراقبه والمتابعه عن طريق اركاب مفتش وطني، وين الهدف تاعو يكون ملاحظ ومراقب وطني في نفس الوقت على متن كل سفينة صيد جزائرية. وكإجراء يعني إجراء أخير اللي قمنا باعتماده هذه السنة يعني إجراء إرسال سفينة تفتيش في المياه الدولية، وكما قلنا تعتبر أول مرة نقوم بهذه العملية حتى نستكمل يعني جميع الحلقات التحكم الجزائر في مجال أو شعبة صيد التونة الحمراء. ما يخفناش أننا نتحكم حاليا من حيث عدد السفن المشاركة والتجهيزات التي تمتلكها، أيضا من حيث أطقم الصيد البحري والتكوين تاعهم، مرورا أيضا بالمتابعة والمراقبة عن طريق نظام الفي ام اس وأيضا عن طريق مراقبين وطنيين.